شكرا داليا، برحب بحضراتكم مره تانية. والان موعدنا مع موجز لاهم واخر الاخبار. تطلق وزاره الصحه والسكان اليوم 12 قافله طبيه ضمن مبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبيه كافه، وذلك بمحافظات بني سويف، المنوفيه، البحيره، دمياط، مطروح، جنوب سيناء، الغربيه، اسيوط، البحر الاحمر، اسوان، قنا والوادي الجديد. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم صرف مقررات أغسطس للمنافذ التموينية البالغ عددها نحو 40,000 منفذ، حيث يتسلم كل منفذ سلع المقررات من بين 25 صنفا من السلع، وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية. يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم المؤتمر العربي 20 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات بتونس. يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها المستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل المواجهة وإنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، إضافة إلى مناقشة خطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وعالميا، يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى بنين ضمن جولته الأفريقية التي تشمل أيضا الكاميرون وغينيا بيساو، والتي تعد أول رحلة إلى أفريقيا خلال فترة ولايته الجديدة. وأخيرا رياضيا، تقام اليوم 3 مباريات في إطار منافسات الأسبوع 27 من بطولة الدوري الممتاز، حيث يواجه فريق بيراميدز في تمام الساعة 6:30 مساء منافسه البنك الأهلي، وفي نفس التوقيت يواجه فريق المقاولون العرب منافسه سموحة، فيما تختتم مباريات اليوم في تمام الساعة 9 مساء بلقاء النادي الأهلي مع فريق مصر المقصة. بكده بيكون انتهى موجز اخبارنا. بشكر حضراتكم على المتابعه. الان عوده مره تانية لداليا لاستكمال فقرات صباح البلد.